قضية ومطالب تتعلق بصفة مباشرة مع حقوق المواطنين لكادر مستشفى السبعين، تحسين أداء مستشفى السبعين، كون الخدمات الآن متدهورة جدا لعدم استطاعة الإدارة قيادة مستشفى السبعين، فبالتالي أصبحت الإدارة غير قادرة على أنها تدير مستشفى السبعين. أحد المطالب إقالة مستشفى إدارة مستشفى السبعين وتحسين وضع الكادر وتثبيت المتعاقدين الذي مضى عليهم عشرات السنين وهم في وضعية التعاقد في مستشفى السبعين. مطالب كادر المستشفى السبعين هو مطالب تغيير الإدارة. الإدارة التي ثبت فسادها في الجانب الإداري والمالي، الجانب الفني، فساد في الجانب الفني، عدم القدرة على تقديم خدمة للمريض بما يستحقه المريض في الوقت الحالي، عدم التجاوب مع مستحقات الكادر العامل بالمستشفى، عدم العمل على الوفاء بحقوق العاملين من تمريض وأطباء وإداريين. لمطالبة حكومة الوفاق الوطني في النظر بعين الاعتبار وفي أسرع وقت ممكن بتثبيت المتطوعين الذين يعملون في المستشفى منذ سنين طائلة، وكذلك رفع موازنات المستشفى لتحسين تقديم الخدمات للمواطن اليمني. المستشفى يعاني من نقص موازنة أو ميزانية كبيرة جدا، كذلك تحسين أو تسليم العلاوات المتأخرة والفوارق لها من 2005 إلى 2011. الأساسي والأهم الذي حضرنا من أجله هو كيف يتم تثبيت المتطوعين الذين يعملون في المستشفى بالأجر اليومي، وشكراً.